تابع معنا اتصال من مستشار وزير الصحة حسن خليفي. مساء الخير استاذ حسن. يا هلا نانسي، يعطيك اهلا وسهلا فيك. الله يعافيك استاذ حسن. يبدو في تجاوب مع قضية جواد الحاج حسن. نعم، بالنسبة لموضوع الحليب اللي حضرته طلبه، هو مبدئيا موجود كسائل منه موجود كحليب بودرة، لكن الاستاذ عماد درويش مستشار معالي الوزير لشؤون الدواء حيأمن له اياه بشكل استثنائي، وبامكانه التنين يجي على الوزاره على الطابق الرابع يسال عن الاستاذ عماد وهو حيكون بخدمته. وبدي نوه لكل المشاهدين لو سمحتي نانسي انه كل انواع الحليب الخاص يلي عنده حساسيه، يعني مثل من الناس مثلا عندها حساسيه على حليب البقر، لكل العالم بغض النظر ان كان مضمون او غير مضمون، وزاره الصحه بتامن هيدا الحليب لكافه الاطفال. طيب ليه ما تامن هيدا الحليب هلا انا حاقول لك اياه، يعني ممكن يكون اجى على الطابق الاول وفات، يعني وصار في بعض اللغط بالمعامله، لكن نحن عاده كل انواع الحليب مثل ما ذكرت الخاص اللي عنده حساسيه مثل حساسيه الحليب على البقر، وزاره الصحه بتامن له اياها. وطبعا بشكل استثنائي بما انه حاله اللي كانت معاكم الحاج حسن مستعصيه وقال انه في بعض يعني مش قادر يامن موضوع الحليب لابنه، فنحن استثنائيا الاستاذ عماد درويش مستشار معالي الوزير لشؤون الدواء طلب انه يجي لعنده نهار التنين وهو حيامن له اياه بشكل استثنائي. بس حيامنه بشكل استثنائي يعني لمره واحده يعني، ولا هيدا حليب؟ لا ما يعني هو بس تنعرف كسائل، عفوا ما هو كسائل موجود، يعني بامكانه هو دائما ينزل ياخذه كسائل، يعني اذا قدر يجيبه كسائل فاهلا وسهلا فيه، هو موجود. اوكي، يعني هي كمساهمه عم بتساهموا انه تامنوه استثنائيا لمره فقط؟ لا ما هو مبدئيا نحن بنامنه استثنائيا لمره واحده، لكن هو اذا بيقدر يرجع ياخذ نفس نوع الحليب بسائل وليس بودره، هيدا الحليب موجود بالاسم اللي عرضه. بس هون استاذ حسن، هو البودره يعني مقطوع من البلد هلا هيدا الحليب؟ يعني هذا يعني بما انه الحاله تبعه الجواد هو مريض بالقلب، يعني هيدا الشيء السائل هو بديل وما بيأذيه مفروض؟ ايه نفس التركيبة. نفس التركيبة؟ لا اكيد نفس التركيبة. اوكي، والبودرة الانفنتيني إيه هيدا مقطوع من البلد هلا؟ لا هلا ما بعرف، هلا هيدا الموضوع اكيد يعني ما بعتقد انه مقطوع، بس انه نحن كوزارة صحة عندنا اياه كسائل ما عندنا اياه كبودرة، لكن استثنائيا الاستاذ عماد درويش هو حيساعد الحاج حسن ليأمن له اياه بودرة، ولكن إذا قدر يجيبه سائل نحن كوزارة الصحة بإمكانه طبعا دائما بيقدر بيجي بياخده، وعلما انه هو نفس التركيبة ما بتختلف تركيبته عن البودرة. نعم، أنا بدي أشكرك أستاذ حسن خليفي. الصبر مسكر الأستاذ حسن، بدي بس أتمنى على حضرتك لأنه رح يمرق معنا من هون لساعة يمكن تقرير آخر عن مواطن من آل حجيري، تيسير الحجيري، كمان عنده مشكل صحي له علاقة بموضوع زرع كلي، فكمان بنتمنى نشوف شو حضرتك قادر بهذا المحل لأنه وضعه دقيق. أنا معكم على الهواء دائما، وبدي أرجع أذكر كل المشاهدين أنه أي حدا عنده أي شيء الأستاذ ذوالفقار، الأستاذ عماد درويش طبعا، والكل الشباب موجودين بالطابق الرابع بخدمة كل الناس. نحن يعني الشباب طبعا بهمة معالي الوزير وبطلب من معالي، ما هو هيك ما مفروض يعني يحسوا أنه لازم يطلعوا على التلفزيون تيتابع هذا الموضوع. لا لا، يمكن بيقدروا يتوجهوا بشكل طبيعي 100% وبينالوا الحق 100% 100%. يعني هن بإمكانه حتى يعني فراس لو بتيجي على وزارة الصحة الطابق الرابع بتتأكد انه كل العالم اللي بتيجي، باب معالي وزير الصحة مفتوح لأي حالة ممكن انها بحاجة لأي مساعدة. لكن عندنا مشكلة استاذ فراس نحن عم نواجهها حاليا مع المواطنين، انه اللي عم يجي بده يتحكم على حساب وزارة الصحة، نحن عم نحاول انه نساعده لأقصى الدرجات، لكن عندنا مشكلة بموضوع مضمونين، يعني مثلا تغطية فرق الضمان وخاصة للعمليات المستعصية يلي هي بحاجة لبادجت كثير عالي، هيدي عم بيكون في مشكلة فيها، لأنه وزارة الصحة ما فيها تفوت على الضمان، صندوق الضمان الاجتماعي، فهيدي اللي عم نواجهه. لكن معالي الوزير مصر انه يحل هذا الموضوع، ومصر انه كل لبناني بيجي ويلتجئ الى وزاره الصحه بيكون له تامين صحي ويتحكم على حساب وزاره الصحه اذا كان في امكانيه طبعا لذلك. شكرا لك. شكرا لك استاذ حسن خليفي، وطبعا يعني مشكوره وزاره الصحه ومشكور مع الوزير.